إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اليوم الثامن أظن من تداول باستعمال حساب صغير سكالبين في تحدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من تداول مباشرة من سكالبين روم بحساب صغير، يعني التحدي الذي كنت قد وضع يعني ابتدأت في هذا الأسبوع، يعني هذا الأسبوع الثاني. أظن أنه اليوم الثامن من تداول. نحن اليوم يعني 17 أكتوبر 2019. يعني هناك يعني صفقات أنا أراقبها الآن، يعني أحاول دخول في صفقة الأوزي يو اس دي، يعني عندما تتاح لي الفرصة أنا أراقبها، يعني على فريم دقيقة ليوريكم ماذا أراقب أصدقائي قبل يعني أن ننتظر دخول في أي صفقة إن شاء الله. تلاحظوا معي هنا الباترن الذي أراقب على فريم دقيقة، تلاحظون ريجولر فلات، يعني واضح يعني وضوح الشمس، تلاحظون. بالتالي تم الكسر، يعني كانت منطقة الدخول، يعني كان يجب الدخول في هذه المنطقة، ولكن رأيت أن هناك دايفرجنس على فريم الدقيقة، بالتالي لم أدخل. سأنتظر، بما أنه هذه الموجة كبيرة، سأنتظر تصحيح فريم الدقيقة هنا قبل الدخول في أي صفقة إلى العالم. وهذا التصحيح هو الذي سيعطيني confirmation، سيعطيني يعني لا confirmation، تأكيد هذه الصفقة. أوكي، إذا هذه هي يعني الصفقة التي أريد الدخول فيها اليوم إن شاء الله. يعني سننتظر أصدقائي لنرى هذه الصفقة ما الذي ستسير عليه إن شاء الله. إذا لاحظوا أصدقائي هنا الأوزي جدي بدأنا نصحح، يعني إذا رجعت إلى المنطقة فسيكون هذا شيء جيد، وأتمنى أن يصحح أكثر هنا، سيكون أحسن إن صحح أكثر في هذه المنطقة. بالتالي لننتظر قليلا، لن أدخل الآن، سأنتظر. إذا تم كسر هذا الخط الأزرق ربما أدخل في الصفقة. إذا الآن اقتربت من كسر الخط الأزرق سأدخل، ولكن أريد أن يعني إذا كسرت وبقيت فوق الخط الأزرق، يعني لا أريد. أريد أن تكسر ثم ترجع، أريد أن تكسر وتبقى فوق هذا الخط، يعني ننتظر دقيقة أخرى أصدقائي فقط للتأكد أن التصحيح قد انتهى، لأن هناك احتمال كبير أن يرجع السعر، هناك احتمال أن يعطينا إكسباندين فلات، يعني يصعد إلى هذه المنطقة ثم تعطينا جي أو هامر أو كاندل ثم يعود إلى هذه المنطقة يعطينا إكسباندين قبل الصعود. لا أريد أن أبقى في هذه الصفقة بهذه الطريقة، أريد أن يعطيني يعني أن أؤكد لي ذلك، يعني أريد أن يتم الكسر بشمعة وبعد ذلك نستطيع الدخول بعد إقفال تلك الشمعة. إذا تلاحظون الآن تم كسر ذلك الخط الأزرق، أريد أن تبقى هذه الشمعة فوق هذه المنطقة قبل الدخول في الصفقة. إذا ننتظر انتظر كيف ستكمل هذه الشمعة. كملت، إذا الآن سأستطيع الدخول فوق تلك الشمعة. اقتربنا من الدخول أصدقائي، اقتربنا من الدخول. يعني دخلت في الصفقة،
يعني زائد على ستوب لوس يعني فقط لتجنب أي نزول مفاجئ إذا كان هناك أي خبر أو شيء من القبيل هنا في هذه المنطقة، ولكن لن أبقى إلى هذه المنطقة. أوكي يعني دخلنا كما تلاحظون أصدقائي، بالنسبة للأوز يو اس دي فهو يعني صعود، يعني أعطانا ران انفلات هنا ثم صعد، أتمنى أن يكمل هذا الصعود. يعني تلاحظون هذه البنية أعطانا ران انفلات هنا صعد، يعني إذا كان يعني تم كسره بالتالي فهذا ران انفلات، ولكن يجب أن يبين ذلك بموجة دافعة قوية. الهدف سيكون ربما هذه المنطقة هنا، هذا ستوب فهو ليس ستوب لوس الحقيقي للصفقة. ستوب لوس الحقيقي للصفقة سيكون في هذه المنطقة بالتالي، ولكن أنا قد أخرج قبل ذلك. إذا رأيت أي شيء هنا قد أخرج قبل ذلك، لذلك أنا وضعته هنا فقط يسمى ستوب لوس دو بير، يعني ستوب لوس فقط في حالة ما إذا كان هناك أي شيء ينزل السوق بطريقة قوية جدا ويخرجني من الصفقة، يعني أقوم بحماية يعني رأس المال فقط. أما هذا ليس بستوب لوس الذي يجب وضعه، ستوب لوس الذي يجب وضعه ربما يجب وضعه الآن في هذه المنطقة هنا، فلنحرك أيضا، ليس مشكلة نقوم بتحريك ستوب لوس الآن إلى هنا مثلا. أوكي، هذا هو ستوب لوس الذي يجب وضعه الآن. أنا بالنسبة للسكالبين فهو مختلف شيئا ما عن سويم تريدين، أو يعني حتى ستوب لوس لا يكون هناك يعني ريسك ريورد ريشيو، يكون يعني لا يكون جيدا 100%. أوكي، يعني هناك اختلاف. يعني بالنسبة للإخوة المحترفين سيفهمون على مدى أتحدث أصدقائي. بالتالي الآن ينتظر لنرى ما الذي سيقع أصدقائي في هذه الصفقة. إذا أصدقائي فقط هذه الصفقة فأعطيتها كذلك لسوينج تريدين، لاحظوا معي أصدقائي يعني للإخوة يعني الذين يشتركون معي في قناة التوصيات، لاحظوا فهذه هي الصفقة أعطيتها يعني منطقة الدخول. دخلت سكالبين، ولكن هي صفقة سوينج تريدين كذلك، أو يعني دي تريدين إذا أردت، يعني دي تريدين أكثر، يعني 60 70 80 بيبس للأخ. أوكي، بالتالي لماذا دخلنا في هذه الصفقة حتى في قناة التوصيات؟ لأنه لاحظوا معي أصدقائي، هنا يعني لدينا في فريم الساعة مثلا أو الأربع ساعات لدينا هذا الباترن، تلاحظون هذا الباترن الذي هو رانين فلات، وهذا الباترن متى تم تأكيده؟ تم تأكيده في هذه المنطقة عندما تم كسر هذه المنطقة، عندما صحح وكسرنا هذه المنطقة، لأنه كان هناك احتمال كبير أن يكون مثلا هذا رانين فلات، أن يكون اكسباندين فلات، تلاحظون للنزول. لذلك هنا قمنا بالدخول حتى يعني دي تريدين أو سوينج تريدين لنرى إلى أين ستصل هذه الصفقة. وهنا في هذه الصفقة يعني الأهداف هي كبيرة بالنسبة للإخوة في القناة، كبيرة شيئا ما، لأنه الهدف سيكون تقريبا يعني 94 97 بيبس، ولكن أنا بالنسبة لي فقط سأخذ في السكالبين سأخذ فقط يعني بيبسات قليلة، لأنه الهدف هو الدخول للصفقة والخروج في أسرع وقت ممكن. بالنسبة للسكالبين فهو مختلف عن السوينج تريد، فقط أردت أن أشرح لكم كذلك. فقط هنا من أراد يعني تجربة يعني توصيات في قناة يعني سوينج تريدين تيليجرام، سأضع رابط القناة أسفل الفيديو في الوصف. ومرحبا بكم لتجربة 14 يوم يعني مجانا معي، أسبوعين مجانا في قناة التوصيات، لمن كان يرغب في توصيات في توصياتي أكيد. أوكي طيب، نعود إلى فريم الدقيقة أصدقائي، نرى ما الذي يقع.
يعني ربما هنا احتمال بول باك لأنه أرى دوجي كاندل تلاحظون هذا المنطقة هناك احتمال إذا تم كسرها سيكون هذا جيد سيصعد السعر بقوة ولكن هنا قد يكون هناك أي بول باك في هذه المرحلة قبل الصعود لكن إذا تم كسرها ستكون جيد لأنه سيصعد بقوة أظن ذلك أظن أنه سيصعد بقوة إذا كسر هذا دوجي كاندل طيب لننتظر لنا أو بول باك يعني بول باك إلى الأسفل شيئا إذا كما تلاحظون أصدقائي بول باك هذا ما قلته يعني بول باك يرجع السعر ربما إلى المنطقة قبل الصعود أتمنى أن يرجع بطريقة صحيحية لا أريد أن يكون قويا لأنه توجي تقول بأنه قد يكون قويا دليل نرى سننتظر أصدقائي ربما أرى أنه شيئا ما قوي أنا ربما أصدقائي أخرج من الصفقة لأنه أراد بولباك وأدخل مرة أخرى بعد احتمال بولباك سأنتظر قليلا انتظر قليلا اريد ان اخرج اذا تم كسر هذه المنطقه الشمعه ساخرج اذا لم يتم كسرها سابقى في الصفقه واذا صعد السعر بطريقه صحيحيه قد اخرج من الصفقه هنا طيب لنرى اصدقائي الآن سأقوم بتحريك ستوب لوس أولا إلى بريك إيفن فقط منطقة الدخول يعني قبل الخروج من الصفقة يعني إن كنت أريد الخروج سأضعه في بريك إيفن كمان يريد أن يعطيني بريك إيفن لماذا؟ الآن بريك إيفن سأقوم بالخروج من الصفقة أصدقائي في المنطقة هنا تم لمس هذا الخط 0.68 سأخرج من الصفقة وإن صعد فهذا يعني أن هذا تصحيح و سيكون ذلك جيدا أريد أن يكسر هذا التريند لاين اوكي جيد 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 تم كسر الترند لاين اذا الان يجب ان يصعد السعر بقوه لانه كسرنا تلك الدوجي كاندل هذه الكاندل او الهامر يجب الصعود بقوه لا يجب الرجوع ان رجع واعطانا اي شمعه اخرى فهذا يعني ان السعر سينزل بالتالي اريد ان يصعد بقوه فوالا ذاتس ات تلاحظون اصدقائي طيب لازلنا في الصفقه ونريد يعني بعض أن تضيف بعض من الأرباح أصدقائي كمان أنتظر أصدقائي يعني إذا أقفلت هذه الشمعة على شكل دوجي سأخرج من الصفقة أو على شكل هامر سأخرج من الصفقة أوكي جيد 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 جيد
لدي divergent frame دقيقة أصدقائي، لذلك يعني أي شيء يقول بأن السعر سينزل سأخرج من الصفقة، وقد يعني الآن نحقق الهدف اليومي تقريبا، بالتالي لا أريد أن تكون صفقة خاسرة أصدقائي بعدما كانت رابحة. كمان يعني نريد شيء بعد. أوكي جيد جيد، هذه الساعة نقترب يعني أريد أن أرى صعودا قويا أصدقائي. ولا أريد أن أرى هامر أو دوجي كاندل أو أي يعني شيء يقول لي بأن السعر قد ينزل، لأنه الدي ديفرجنت سوبريم دقيقة أصدقائي. يعني أنا أنتظر دائما اكتمالاتي السبعة لأرى كيف ستكتمل. كمان سأخرج من الصفقة الآن. أوكي خارج من الصفقة. يعني هل حققنا الهدف اليومي؟ $34 جيد، حققنا الهدف اليومي. أوكي إذا أصدقائي كما تلاحظون حققنا الهدف في صفقة واحدة. يعني دخلنا من أتي أين دخلنا؟ لا أتذكر أين دخلنا أصدقائي. دخلنا هنا ربما، يعني أخذنا 76 بيبسات $34 كما تلاحظون، حققنا الهدف اليومي. إذن أصدقائي حتى لا يطول هذا الفيديو، فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة، كذلك يعني لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم، و يعني من أراد تعلم هذه الطريقة، من أراد تعلم كذلك تحليل يعني الموجي أو يعني كيف يتداول بطريقة احترافية، فمرحبا به، ستجدون الروابط أسفل هذا الفيديو. كذلك لا تنسوا أصدقائي أن العلم لا يعرف الكذب. كان معكم وسام من غرفة سكالبينو مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.